اشكر الاستاذ وسام شاي الاعلامي السافر وجاي من بيروت، فاسمحوا لي ان انا احييه مبدئيا في الاول خالص. الاستاذ وراح فين وسام؟ ايوه اشكرك، السطور بتاعك يبقى مناسب. النهارده انا سعيد جدا 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 لان النهارده احنا بنتوج حمله الايادي البيضاء، ولسه كنت بتكلم مع الدينامو للاتحاد المنتجين العرب، مش بس للحمله، لكل مشاريعنا. المبدع الاستاذ الدكتور مصطفى سلامه، فتحيه خاصه للدكتور مصطفى سلامه ابني العزيز اللي انا تبنيته، وهو ابن بار فعلا وكريت زي ما بيقول، مبدع مبدع بشكل كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا بكم في مؤتمرنا هذا الذي تعقده حملة المرأة العربية لتقديم أهم برامجها التلفزيونية، وهو برنامج الملكة، الذي من خلاله سنقدم إعلاما جديدا يليق بالمرأة العربية ومكانتها. 10 أعوام من الإنجاز، 10 أعوام هي عمر هذا الحلم الذي أصبح يلامس القلوب. إعلام جديد يحترم المرأة ويصحح صورتها، إنها حملة المرأة العربية. إعلام من أجل المرأة التي سعت منذ تأسيسها إلى تغيير المحتوى الإعلامي ليتناسب مع قيمة المرأة وحجم مكانتها في المجتمع. مساء الخير. حقيقة أعتقد أنه كل الكلمات الآن يعني ستكون ليس لها لا شكل ولا مضمون، لأننا نتحدث مع حضور إعلامي ومثقف يعي ما نقدم. أريد أن أتوجه إليكم أولا بالشكر لحضوركم وانتظاركم، لأننا أردنا أن يجتمع أكبر كم من الحضور لأهمية كل الدعوات التي قدمناها لكل الفنانين والإعلاميين الكبار بنظرنا، والذين يقدمون على مدار الساعة محتوى إعلامي يليق بطموحاتنا. حقيقة أنا لن أتحدث بهذه الكلمة التي كتبتها، لأن ما قدم حقيقة الآن يعني أوفى كل الموضوع، لكن أريد القول أننا أسسنا مع حملة المرأة العربية الشبكة العربية للبث المشترك.